شفت هذول المشتركين اللي يجاوبون أسئلة مرة كثير صح؟ كيف تصير زيهم وأحسن منهم؟ تقرأ الكتب دايماً، ولو ما تحب تقرأ الكتب دايماً تبحث عن المعلومات اللي تطرح على بالك في النت، موجود النت بين يدينك اليوم. وكمان العب لعبة الأسئلة الثقافية مع أصحابك عشان تجاوب أكبر قدر ممكن وتعرفها، لأن يوم من الأيام لو طلبت سيارة وطلعت أنا قدامك في كاش كاب الرياض تكون جاهز وتاخذ فلوسي. نشوف هذا الشخص اللي طالب، ما يدري انه هو طالب كاش كاب، ما يدري، ما يلام. يا مرحب. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ساق العنب. هلا هلا وسهلا. طالب سيارة، وين بتروح ها؟ العقيق، حديقة العقيق. اسمك عندي سالم ها؟ صحيح. سالم ال فرج. تعرف وش هذا التاكسي؟ تاكسي كاش كاب. والنور نور. ايوه يا حبيبي، انا طالع من العقيق، ايش جاب كاش كاب عندي؟ الكاش كاب هذا من اسمه كاش كاب. تشارك في مسابقة ثقافية بسيطة، نسألك أسئلة وتجاوب ونعطيك فلوس. لعبتي. موافق؟ موافق. خلي بالك انك لو غلطت ثلاث مرات راح نوقف المشوار وننزلك من السيارة وما تكسب ولا ريال. لكن إذا فزت راح نوصلك للمكان ونعطيك الفلوس وامورك تصير عالي العالي. تمام. يعني تمام. طول ما انت ماشي بالسياره شغال البرنامج لين ما نوصل لحديقه العقيق اللي مسافتنا 18 كيلو. جميل. لما نوصل تنتهي اللعبه. حلو. عندك وسيلتين للمساعده. حلو. الاولى هي الفزعه، تدق على واحد من اخوياك يفزع لك، تعلم السؤال وهو يعلمك الجواب، وبكذا ايش تتعدى السؤال وتاخذ الكاش حقك. ممتاز. الوسيلة الثانية للمساعدة هي تبديل السؤال. شفت السؤال مو من تخصصك. لا تزعل. حلو. بدل السؤال. ممتاز. لا يعني تنسى دائما عندها فترة زمنية بسيطة للسؤال، يعني مو تقعد تاخذ وقتك في السؤال. لا. احنا متعودين على الوقت المحدود في أيوة. فترة محددة. ندخل على الأسئلة على طول؟ ابدا. يلا بينا. السؤال الأول، كم عدد أركان الإيمان؟ ثلاثة. تعرف ايش هو الثلاثة؟ الثلاثة هي محاولات خاطئة. الإجابة للأسف غلط، وأركان الإيمان هي ستة. ستة. أنت سالم إيش تشتغل؟ حبيب قلبي، أنا مساعد مدير مشاريع في أحد الجهات الحكومية. أيوة. وعلى الجانب مدرب ملاكمة محترف، مصنف دوليا من الاتحاد الدولي للملاكمة، حاصل على شهادة الوان ستار في التدريب. طبعا أنا كنت أمزح معاك وخذ هذه الفلوس. أيوه من الآن. وما لا داعي لك. وإذا خسرت؟ إذا خسرت ما هنزل كذا. بس أنت عندك روح رياضية صح؟ طيب الآن السؤال الثاني يقول، والسؤال هذا بقيمة 100 ريال. حلو. ما هي الرياضة التي تمارس في حلبة مغطاة بالجليد ويجب على المتسابقين لباس أحذية مكونة من شفرات من حديد؟ يلا يا رياضي. هوكي. الهوكي. الهوكي صح 100%. وهذه أول 100 ريال. تحية. 100 ريال الآن هو رصيدك. خلينا نروح السؤال اللي بعده. هذا السؤال موجود على الشاشة اللي على يميني، أباك تقول لي وش اسم البلد من خلال مكونات هذا الطبق. عطنا ريمونتادا سليمة. طيب مصر؟ مصر إجابة صحيحة 100%. ألف ألف مبروك، رصيدك صار 200 ريال. السؤال اللي بعد يقول، ما هي السلالة التي ينتمي إليها الفهد؟ القطط أو الله يبيض وجهك بس تفوز. إجابة صحيحة. السؤال اللي بعد يقول، ما هو الشيء العلمي الذي يجعل القمر يضيء؟ معروف ان انعكاس ضوء الشمس. يا سلام يا سلام يا ولد يا ولد يا ولد. الان مشينا وصلنا لل 400 ريال بسرعه. الله. ايوه ايوه. دخلنا الان في اسئله ال 200 ريال. تجاوب صح تاخذ 200 زياده. حلو. اكمل المثل الشعبي، العين بصيره واليد قصيره. يا ولد. الا عند سالم الملاكم اليد طويله. خلي بالك لازم الجاب تكون كامله ما تطلع قصيره. صح صح صحيح. نسيت انا راكب مع مدرب. السؤال اللي بعده يقول، ما هي الدوله التي كانت مستعمره الجزائر
إلى 1962. فرنسا؟ يا ولد يا ولد، مرسي بوكو مرسي بوكو. طيب رصيدك الحالي هو 800 ريال. السؤال القادم تزيد فيه 200 يصير رصيدك 1000 ريال. يقول السؤال: ما اسم صغير الفيل؟ هذا كانوا يحشون فيني ومسميني اياه. كانوا يسمونك كذا قبل؟ ايش كانوا يسمونك قبل؟ دغفل. صح 100%. ليش كانوا يسمونك دغفل؟ يعني كنت صغير ومدور زي الدغفل قبل الرياضه وقبل. لكن خلهم يجون الحين يسمونك دغفل. السؤال اللي بعده يقول: كلمه ليل تقرا من اليسار الى اليمين. صحيح. ومن اليمين الى اليسار. نبغى كلمة ثانية بنفس الطريقة تقرأ من الجهتين. طيب. كلمة تقرأ من الجهتين، باقي لك 20 ثانية. كلمة تقرأ من الجهتين. نون. كلمة نون إجابة صحيحة 100%. على بساطة السؤال ولكن كان تحدي بصراحة. سؤال اللي بعده يقول: في أي مدينة يقع المتحف الوطني السعودي؟ وهل يخفى القمر يا طارق؟ الله. ما رق الرياض. الله الله الله. صح 100%. إجابة صحيحة. عارف كم رصيدك الآن؟ كم؟ رصيدك صار 1400 على الرايق. الله. تعرفون سالم الفرج إيش شعاره؟ على الرايق وأخلص على الخصم في دقايق. نعم. ملك الكي أو. الآن أنا شايفك قاعد تفوز، مبسوطين مرة، وعندك وسيلة للمساعدات، بس أنت نسيت حاجة. قول. نسيت أن عندنا مسابقتنا راح تنتهي إذا وصلنا. أوكي. فلازم يلا نسرع ونقول الأسئلة. السؤال يقول، والسؤال هذا بقيمة 400 ريال: ما هو أكبر حيوان في العالم؟ حوت. الحوت. صح صح، برافو. السؤال اللي سألتك إياه سؤال الحوت، قيمته 400 ريال. الله. يعني رصيدك قفز من 1400 إلى 1800 ريال. الله عليك. السؤال اللي بعده وهو السؤال الأخير، لما أنه خلاص قربنا. يقول السؤال: من القائل: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والشمس والسيف والرمح والقرطاس والقلم. يلا مين قال؟ شوف انا داخله معايا عنترة على المتنبي، ولكن خلني اقول عنترة. عنترة. اجابتك غلط يا راجل. المتنبي كان صح. المتنبي. خذلني هالمرة. هالمرة خذلني عنترة. الان وصلنا احنا الى حديقة العقيق. طيب بما اننا وصلنا هنا، كم رصيدك قلت لي يا سالم؟ وصلنا 1800 ريال. طيب عليك بألف عافية وتستاهل، لكن أبغى أقول لك على شيء أخير. قول. عندنا في البرنامج حتى لما توصل على المكان في عندنا آخر فقرة. الفقرة هذه أنت حر تبغى تلعبها لعبها، ما تبغى تلعبها ما تلعبها. أوكي. اسمها دبلها ولا خسرها. حلو. أسألك آخر سؤال، إذا جاوبته صح راح اعطيك فلوسك اللي كسبتها دبل. الله. لكن اذا جاوبته غلط راح تخسر كل اللي انت كسبته. ها شوف يا طارق، احنا في الملاكمه تعلمنا التحدي اساس كل شيء. طبعا. وانا نازل قابل التحدي هذا. طبعا. فدبلها. دبلها. هنا في ناس ما تخاف. سؤال يقول: ما هو اللون الاول لطائر الفلامينغو عند ولادته؟ حلو. يكون أبيض اللون. عندك 3 احتمالات. أوكي طيب اسمع الاحتمال. أول شيء وردي، بعدين أبيض ورمادي، ولا أسود وردي. أول ما ينولد أبيض ورمادي، هو يكتسب اللون مع العمر. يكتسب اللون مع العمر. نعم. ومتأكد أنت؟ إن شاء الله بإذن الله. رصيدك 1800. يعني يس. لو دبلناه بيصير 3600، ولو خسرناه بتصير صفر. نعم. بس يا أخي للأسف كانت إجابتك كلها جميلة إلا الأخيرة كانت الأجمل. ألف مبروك، 3600 ريال. الحمد لله. الحمد لله. ألف مبروك. الله يعطيك العافية يا طارق. مقاضي العيد. ها خلاص اتفضل حقك. ألف مبروك يا حبيبي يا طارق. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي، تشرفت فيك يا طارق.
حبيبي نشوفك على خير ان شاء الله. يا بعد روحي كل عام وانت بخير. وانت بخير. أروح اشوف زبون ثاني انا. والله تجربة جميلة رائعة جدا، في اسئلة على بساطتها ولكن كانت يعني تحفر في الذاكرة اشياء قديمة، لكن حاولت اني استرجع فيها بسرعة، لكن الحمد لله خسرت طارق اهم شيء، اخذت منه الميزانية هذه، والمرة الجاية نشوف ان شاء الله حتكون اكبر واكبر باذن الله. هذا معاه كورة، وين بيروح؟ اهلا وسهلا وعليكم السلام، تفضلوا. انتوا شكلكم لاعبين كورة او انكم مشجعين من بتشجعوا الملعب يعني؟ احسك مدريدي ها؟ اه. على وين ان شاء الله؟ حي النفل شارع محمد المقدمي. بيطالع لي المسافة 17 كيلو، عارف ليش مهتم اشوف المسافة؟ ليش؟ انتوا بس دخلتوا هذه السيارة يا جماعة الخير، دخلتوا في مسابقة. حلو. والمسابقة جدا سهلة. كل سؤال اسألكم اياه جوابه تقريبا بمبلغ مادي. حلو. تغلطون ثلاث غلطات تصيرون برا المنافسة. طبعا. زي اتلتيكو مدريد لما كان برا المنافسة في نهائي الشامبيونز ليج برأسية سيرجيو راموس. عندكم وسيلتين للمساعدة. الأولى هي الفزعة، يعني لما الواحد يفزع لك يساعدك، تتصل على شخص تقول له السؤال يعلمك الجواب الصحيح. حلو. الوسيلة الثانية هي إيش؟ تبديل السؤال. الآن يا جماعة الخير مسافة الطريق 17 كيلو، بعد ما نوصل ونخلص 17 كيلو تنتهي مسابقتنا، تمام؟ طبعا. قولوا خنكشكبها. خنكشكبها. يلا يا جماعة أخوة شيء تحية لكم من المشاهدين اللي قاعدين. السؤال الأول قيمته 100 ريال. حلو. السؤال يقول ما هي جنسية الممثل قصي خولي؟ هو سوري فلسطيني. في له جنسية معروفة. هي السورية المعروفة. السورية صح 100%. عدينا 100 ريال، الآن نكمل السؤال اللي بعده يقول أي نبتة تصنع الشوكولا؟ مفروض كاكاو. صح 100%. عندنا هدفين نوصل للهاتريك. السؤال اللي بعده راح يكون على هذه الشاشة. هذا العلم علم أي دولة؟ لو دولة عربية شاكك بجزر القمر. يلي. جزر القمر 100% صح، برافو عليك. مين اللي راكب معاه شباب؟ ما شاء الله تبارك الله. نكمل في الأسئلة. السؤال اللي بعده يقول من هو أول ألماني حصل على لقب الفورمولا 1؟ أنا متابع للفورمولا 1، مش مايكل شوماخر، هذا اللي أنا بأكد لك إياه. بس في كيكي روزبرغ، هو والد نيكو روزبرغ. نيكو روزبرغ حقق اللقب بال 2016 أعتقد. لا خليني أقول مايكل شوماخر، لأنه كيكي روزبرغ ممكن أخذها بجنسية أخرى، ولكن هو أكيد أنه ألماني برضو، بس ممكن يعني عم أنا أعطيك هنت من عندي فضل. أن الحاصل على اللقب جنسيته ألمانية، فمن هو؟ مايكل شوماخر. مايكل شوماخر صح 100%. السؤال يقول ما هي أكبر صحراء رملية متصلة بالعالم؟ في صحرتين براسي بس اثنيناتهم بنفس بعض. إيش أقرب واحدة من هنا؟ الربع الخالي. الربع الخالي صح 100%. لأن عندنا أسئلة 200 ريال. السؤال يقول من هو الفنان اللي ناديه بأبو نورة؟ ما تعرفون أبو نورة؟ جرحتوني. ها محمد عبده. الله صح. أنا شاكر. محمد عبده لقبه فنان العرب، وإحنا النادي في السعودية بأبو نورة. إحنا الآن وقفنا عند الإشارة الحمراء، وهذه إشارة حمراء للسؤال الأحمر. السؤال الأحمر هذا يعطيكم بونس 500 ريال، وإذا جاوبتوا غلط مو مشكلة، ما راح يأثر أبداً على وجودكم في المسابقة. السؤال يقول أعطوني أربعة من أدوات النصب في اللغة العربية. يلا نأخذها واحدة واحدة. إن لعل. ولعل مو موجودة. أن هي النطق الصحيح لها أن. مش إن وأخواتها يعني ما خص. لا إن وأخواتها لا. 10 ثواني. عن عل علا. لا لا لا. علا غلط. 5 ثواني. لا. من لاح. ثلاثة اثنين واحد. الحمد لله أن غلطكم جاء في سؤال البونس. وأحرف النصب هي أن لن لن كي حتى أوف. ولام التعليل إلى آخره. السؤال اللي بعده يقول كم يبلغ عدد السنوات في القرن الواحد؟
العقد 10، القرن بعتقد 100. قرن 100 100 سنة. 100 سنة. إجابة صحيحة إلى الآن، ما عندكم ولا غلط. حلوين يا شباب، حلوين. السؤال يقول، هذا السؤال راح يكون على هذه الشاشة. ركزت بالفيديو؟ نعم. كم خفاش طائر بالفيديو؟ طار؟ طار، مش اللي قاعد. هو شاكك باثنين. وانت شاكك بكم؟ ثلاثة. والجواب اللي بتعطيني اياه عشاني؟ ثلاثة. ثلاثة إجابة غلط، وهذه إجابتكم الوحيدة اللي غلط. الجواب الصحيح هو أربعة. أعزائي المشاهدين، لو جاء يوم من الأيام ركبت معايا في كاشكاب وأقول لك شغل الفيديو، افتح عينك زين على الفيديو. السؤال اللي بعده يقول، ما هو أسرع حيوان بري؟ مفهود صح 100%. السؤال اللي بعده يقول، الآن أبغاكم تجاوبون مع بعض وتسوون حركة مع بعض بنفس الوقت، أوكي؟ تمام. طول أي إصبع بحجم طول الأنف مع بعض، واحد اثنين ثلاثة. صح يا جماعة. أنت غلطت. نحن عشان ما صعدنا. فالإجابة صحيحة هي الإبهام. دائماً يا عزيز مشاهد، سوي أوكي، سوي كذا، هذا هو حجم خشمك. السؤال اللي بعده يقول، هذه الأسئلة يا جماعة تخيب 400 ريال. كم عدد الجيوب الأنفية عند الإنسان؟ بنبدل السؤال. تبغى تبدل السؤال؟ إن شاء الله. الإجابة الصحيحة هي أربعة. أربعة. يلا. والسؤال يتبدل إلى سؤال ثاني. السؤال يقول، أين يقع قصر طريف؟ بأي بلد؟ أي. منطقياً وين؟ بالسعودية. إذا القصر اسمه طريف، يعني وين بيكون مثلاً؟ بمدينة الرياض. بمدينة الرياض صح 100%. برافو يعني. ما بدهم جاوب بالطريقة. شباب هم أذكياء أوكي، ولكن ترى في حظ. السؤال اللي بعده، ما هو الشيء المختلف الوحيد عند التوأم؟ ها؟ دي إن إيه أو البصمة اليد. بصمة اليد صح 100%. صار رصيدكم 2100 ريال. السؤال اللي بعده، زين الدين زيدان صاحب القميص رقم 5 وأعظم وسط في التاريخ وامتصاص الكنترول المغناطيسي، جنسيته فرنسي صح ولا لا؟ مظبوط. إيش أصله الحقيقي؟ جزائري. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد 100. يا ولد. بس هو ولدنا أصلا، يعني هو جاء من اليوفي على الريال. رصيدكم صار 2500. السؤال راح يكون على هذه الشاشة. في أي بلد يقام مهرجان الطماطم؟ إسبانيا. سؤال سهل. يا القهر. الآن ندخل على السؤال اللي بعده، من بطلة فيلم طيور الظلام مع عادل إمام؟ ها، بقي لكم الفزع. ترى هذا آخر سؤال، إحنا في آخر كيلومتر يا شباب، لا نخسر. الفزعة. الآن أعزائي المشاهدين، رسمياً طلب الفزعة. راح تتصل على مين؟ على حسان شغري. حسان إن شاء الله يرد. إن شاء الله يكون مشغول. راح يرد راح يرد. السلام عليكم. وعليكم السلام. 30 ثانية. أول شيء لك، نحن عم نسجل وأنا عم بتصل بصديق، فأنت الصديق. مين بطلة فيلم طيور الظلام مع عادل إمام؟ عشر ثواني لا تعطيني جواب. طيور الظلام. طيور الظلام. أربعة. يسرى. ثلاثة. يسرى. ماشي حبيبي. اثنين واحد. يسرى. انتهى الوقت. يسرى. ويطلع صح. طيب احنا الآن وصلنا يا جماعة الخير إلى وجهتنا، ورصيدكم جدا ممتاز 3300. دائما لما نوصل نلعب المشتركين لعبة، دبلها أو اخسرها. حلو. بس انت حر تدخل هذه المخاطرة، ترى تبغون نلعب دبل ال 3300 تصير 6600 ولا ننزل سيف؟ انتوا احرار. السؤال الاخير هو فينا ما حيستبدل سؤال واحد. خلاص قول يا رب. يلا من خاطر. يلا نخاطر مع بعض يا جماعة الخير. اذا اندبلها. السؤال راح يكون على الشاشة هذه. كم ينام الحلزون فترة، في الجفاف أو البرودة؟ الاحتمال الأول
ستة شهور، الاحتمال الثاني سنة، الاحتمال الثالث 3 سنوات. شوف بقى مش 6 شهور مفروض، يعني بين سنة وثلاث سنوات. مدري ايش الاجابة؟ 3 سنوات. خلنا نجرب نضغط الزر نشوف النتيجة مع بعض. ايش مكتوب؟ انت ايش فزت؟ ايوه صح صح 6600 ريال هو الرصيد كل عام. هذه 6500، باقي لكم 100، هذه صارت 6600. مشكور يا جماعه الخير، شكرا لكم. شكرا لكم، ما قصرتوا معانا. مشكور، يعطيك الف عافيه. 6600 برافو، تستاهلون الف مبروك. يعطيك العافيه. اخر سؤال هو اللي كان المصيبه يعني، ف جاوبناه بلا ما نتأكد شو عم نحكي يعني. انتهت حلقتنا يا جماعة الخير اليوم، لا تنسون تتابعونا دائما في الشرق ديسكفري، القنوات الخاصة بالشرق الموجودة في السوشيال ميديا. نشوفكم إن شاء الله على خير.